الفكرة، فكرة هذه المبادرة جت ازاي؟ الفكرة جت من ان احنا في 2000 من 2012 ل 2015 عملنا مشروع تحت مظلة بيت العائلة المصرية اسمه معا من اجل مصر. نعم. يمكن المشروع ده الصحافة تناولته كتير، وكان مشروع ناجح جدا جدا، وكنا بنجيب فيه الأئمة والأسوس ويلتقوا مع بعض لمدة 3 أيام، وتكرر هذا اللقاء ما بين نفس الأئمة ونفس الأسوس لمدة 4 مرات في السنة. يعني بيقعدوا مع بعض 12 يوم ياكلوا ويشربوا ويروحوا مناطق يزوروها مع بعض مسيحية وإسلامية، ويحضروا محاضرات ويتناقشوا مع بعض. فالحقيقة المشروع ده نجح جدا، لكن احنا قلنا احنا لازم نوصل للناس في الشارع اكتر. كويس قوي انهم 100 امام و100 قسيس ابتدوا يتعلموا ازاي يشتغلوا مع بعض، ازاي يعملوا حاجة، ازاي يزوروا مدارس مع بعض، ازاي يزوروا مستشفيات مع بعض، ازاي يشغلوا الشباب مع بعض. لكن كان مهم جدا بقى ان احنا نوصل للشباب. واحنا كلنا مقدرين ان الشباب طاقة قوية جدا، وثورة 25 وثورة 30 يونيو كان معظمها الحقيقة شباب. فالشباب عايز تغيير، عايز واقع جديد، عايز مصر جديدة. احنا قلنا احسن حاجة ان احنا نستخدم طاقات الشباب دي. والشباب مهم جدا انه يكون عنده روح الانتماء، مش بس روح الانتماء، روح العطاء.